في السؤال اللي معانا هنا مستر، مدينا هنا بند وطالب منك ان انت تجيب الميجر للانجليزي. طبعا يا مستر الفيجر ده يعني هو من شكله تحس ان هو صعب، لا بالعكس، وحتى لو هنا طالب بالبروف، البروف بتاعه خطوتين فقط لا غير. فاول حاجه يا مستر انت لازم تبقى عارف بس السم اوف انتيريور انجلز اوف بنتاجون. طبعا يا مستر انت هتبقى جايبها او حافظها ان احنا عارفين ان البنتاجون ب 540 ديجري ده الانتيريور انجلز. طب افرض انت مش حافظها، هتشتغل تقول ان ماينس 2 تايمز 180، وعندنا هنا يا مستر الانتيريور انجل هنا 5، هتبدا تقول ده عباره عن 5 ماينس 2 تايمز ال 180، وتجيب السم تجيب البرودكت هتطلع 540 ديجري. طب البروف يتكتب ازاي؟ طبعا هنا يا مستر عشان تجيب الانجل سي هتبدا تجيب السم للفور انجلز اللي هو مديهم لك، خلي بالك دي ب 90، فهتبدا تقول 90 بلس 115 بلس 110 بلس 120 ماينس يا مستر 520. طب البروف اكتبه ازاي؟ هتبدا تقول since sum of interior angles of pentagon equals 540 degree therefore. حضرتك هنا انا اقدر اجيب الميجر من الانجل سي دلوقتي دايركت مباشر، عباره عن ايه؟ 540 ماينس السم للانجلز اللي عندي اللي هي 90 و115 و110 و120. هتلاقي الميجر هنا يا مستر هتطلع ايكوالز 105، يبقى هنا الميجر للانجل دي هتطلع ب 105 ديجري. نروح للسؤال اللي بعده. في السؤال اللي بعده هنا يا مستر طبعا اخدناه الترم الاول، السؤال ده اتكلمنا فيه الترم الاول وحكيناه بالبروف لو انتوا فاكرين. طبعا يا مستر في البدايه وقال لك ان الدي ادالك ان الدي اي بارلل تو السي بي او البي سي، فانت حضرتك هتبدا تدور على اللاين اللي بيوصل ما بينهم الترانسفيرسال. الترانسفيرسال هنا مستر مين؟ هو عباره عن سوري هو عباره عن مين يا مستر؟ السي اي دوت يا مستر، ده ترانسفيرسال، ده اللي بيوصل ما بينهم. طب انا كونت حرف ايه دلوقتي؟ ايه اللتر اللي اتكون قدامي؟ ده حرف ايه؟ يبقى انا هنا مستر حالتي انتيريور، وتبدا تقول ان انتيريور انا عارف ان السم بتاعتهم 180، طب دي 110 يبقى انا هجيب ديت يا مستر عن طريق ان انا هقول 180 ماينس ال 110 هتطلع ايكوالز 70 ديجري، وتكتبها هنا ادي 70 قبل البروف وقبل اي حاجه تعمل كده. مستر حضرتك هتبدا تروح للسكند باراليزم اللي عندك اللي هو الاف اي، قال لك الاف اي بارلل تو البي سي، وتبدا تدور حبيب قلبي ايه اللاين اللي بيوصل ما بينهم. واضح جدا يا مستر ان البي اف هو ده اللاين اللي بيوصل ما بين التو لاين سيجمنتس اللي عندنا، فهتبدا تقول دي حاله ايه بقى؟ ده حرف ديو بارل، ده حاله انتيريور يا مستر، وهتبدا تقول ان الانجل دي علشان اجيبها هبدا اقول 180 ماينس الانجل اللي هي في الانتيريور اللي هي ال 130، هتطلع مستر دي ب 50. حلو جدا، هو طالب بقى منك الميجر للانجل ايه؟ طب تجيب الميجر للانجل ايه ازاي؟ ده انتيريور انجلز اوف ذا تراينجل، ما هو طالما في تراينجل في الرسمه هتشتغل عليها، هتشتغل عليه. هتبدا تقول يا مستر عشان اجيب الميجر للانجل دي هي عباره عن ال 180 ماينس السم للتو انجلز اللي هم عباره عن ال 50 وال 70، اللي هي هتطلع ايكوالز 60 ديجري. ده يا مستر الحاله اللي قدامنا. طب نقولها ازاي بالبروف؟ احنا قلنا البروف ده قبل كده واتكرر كتير، تعال احكي لك بس بسرعه كده عنه، مش هكتبه كله بس انت حضرتك هحكي لك ايه اللي موجود فيه. طبعا في البدايه هتبدا تقول له سنس، وتبدا بالاول اللي هم البلاك لاينز ديت اللي احنا عملناها، هتقول له ان الاي دي راي بارلل تو البي سي لاين سيجمنت، وحدد الترانسفيرسال اللي هو بالنسبه لنا الاي سي، وتقول له ده ترانسفيرسال، وتزود معاه ان الميجر للانجل اي ب 110. طيب هستنتج من كده ايه؟ تبدا تقول له يا مستر انا اقدر اجيب الميجر للانجل سي اللي هي هتطلع عباره عن 180 ماينس ال 110
هتطلع ب 70 ديجري. وما تنساش تقول الحالة، أنا هنا حالة إيه؟ انتريور. وهنكرر الكلام ده تاني يا مستر. حضرتك هتبدأ تشتغل على الاف اتش، هتقول له الاف اتش راي بارلل تو البي سي لاين سيجمنت، والترانسفيرسال بتاعنا هو عبارة عن الاف بي، يبقى الاف بي هنا ترانسفيرسال، وتقول له الميجر للانجل اف 100 130. Therefore انا اقدر اجيب الميجر للانجل دلوقتي بي يا مستر، هتبقى عبارة عن ايه؟ 180 ماينس ال 130 هتطلع ايكوالز 50 ديجري. ده الحالة الثانية مستر. عندنا بقى اخر حاجة، انت هتشتغل على التراينجل، هتبدأ تقول له سينس sum of interior angle of the triangle equal 180 therefore الميجر للانجل ايه اللي انت طالبها حضرتك، هتطلع عبارة عن 180 minus the sum of ال 50 وال 70 هتطلع ايكوال كام يا مستر؟ ايكوالز 60 degree. نروح للسؤال اللي بعده. في السؤال اللي بعده مستر احنا لسه حالينه بالظبط ايكولاترال ترينجل، فهتبدا تقول له يا مستر الايكولاترال انتيرير انجل هنا هتبقى ب 60 وهنا ب 60 وهنا ب 60، يبقى دي 60 بي او اي، ده ايكولاترال سوري ده كوادريلاترال، فهتبقى 360 ماينس الانجلز دي كلها، وتطلع ما عندك ان الانجل دي ب 75. السؤال اللي بعده مستر كرر السؤال ده معانا. طبعا هتبدا تقول له since the sum of interior angle of pentagon equal 540، وتبدا تقول له الميجر الانجل دي 110، الميجر الانجل سي ايكوال 80، الميجر الانجل بي 90، الميجر للانجل اي ايكوال الميجر للانجل اي therefore حضرتك انت عايز مين؟ انا عايز الميجر للانجل بي، سوري انا عايز الميجر للانجل اي. فهتبدا تقول له يا مستر الميجر للانجل ايه بقى بعد الكلام الكتير اللي انت قلته ده ايكوال السم ماينس ال 540 ديفايدد باي 2. الناتج ده تعمله ديفايد 2 لان 2 انجلز دول قد بعض، فهتبدا تقول ال 540 هشيل منها المعروف اللي هم عباره عن ال 90 بلس ال 110 بلس ال 80، هنشيل كل الكلام ده من 540 وارجع اعمل ديفايدد باي 2 وتجيب الناتج، اعتقد هتطلع 130 او 140 ديجري. احسبوها كده وبروك. السؤال اللي بعده، سؤال اخير يا مستر من الاسئله المهمه جدا والبسيطه، حاله الاكستيرير للكوادريلاترال. طبعا هنا في الحاله ديت انا بشتغل الاول من بره لجوه، مش هشتغل على الكوادريلاترال على طول، ده في تو انجلز ما اعرفهمش، بس انا اقدر اجيب واحده عن طريق الستريت لاين. ده ستريت لاين يا مستر، ودي تعتبر سبلمنتري بالنسبه لها، فهتبدا تجيب الانجل ديت عن طريق ان انت تعمل ماينس فروم 180، 180 ماينس ال 130 هتطلع دي ب 50 ديجري. خلاص يا مستر بقى عندي 3 انجلز اقدر اجيب الفورث انجل، هتبدا تقول 360 ماينس السم التاني. وطبعا البروف بتاعنا هنا اربع خطوات. طبعا اول خطوه هتبدا تقول له ان الاي اي راي انترسكت ويز البي سي at the point B therefore the measure لل angle A B C equal 180 minus 130 equals 50 degree، والحالة بتاعتنا إيه؟ supplementary. بعد كده الخطوة الثالثة تبدأ تقول له since sum of interior angle of quadrilateral 360 therefore the measure لل angle C equal 360 minus ال 50 plus ال 80 plus ال 120 inside parentheses، وتبدأ تجيب الريزلت.